السلام عليكم. ما الذي حدث للديناصورات في النهاية؟ كيف اصطدم كويكب تشيكشلوب بكوكب الأرض؟ يعود هذا الأمر إلى ما قبل 66 مليون سنة من الآن، في الوقت الذي كانت تحكم فيه الديناصورات كوكب الأرض. كانت تلك الكائنات العملاقة تقريبا في كل مكان على سطح الكوكب، ثم أتى ذلك اليوم الذي أنهى وجود الديناصورات على أرضنا إلى الأبد. ولكن ماذا كان سبب ذلك؟ ما الذي قد حدث لدرجة أنه أنهى حياة جميع الديناصورات التي عاشت على الأرض لملايين السنين؟ تقال العديد من الأسباب عن هذا الأمر، وهناك أيضا نظريات كثيرة مشهورة متعلقة به، ولكن أكبر سبب لاختفاء وانقراض الديناصورات المفاجئ هذا كان سقوط كويكب يعرف باسم تشيكشلوب من الفضاء واصطدامه بكوكب الأرض. فتعالوا اليوم نعرف المزيد عن انقراض الديناصورات. يقال أن هناك العديد من الأمور والأسباب خلف انقراض الديناصورات. يعتقد بعض الناس أن هذا كله قد حدث بسبب تغيرات الجو، وآخرون يقولون أنه في ذلك الوقت كان قد انتشر مرض في الأرض بأكملها وقضى عليهم جميعا. وقال بعضهم أن دماغ الديناصور أصغر من جسده، لهذا لم يستطع أن يحافظ على وجوده. ولكن إذا كان الأمر هكذا، فأنا أيضا أستطيع أن أقول بأنهم قد عاشوا رغم هذا السبب لملايين السنين قبل انقراضهم. فإذا كان هذا سبب انقراضهم، لماذا استطاعوا العيش لمدة تزيد عن 66 مليون عام؟ وإذا تحدثنا عن تغيرات الجو، فهذه أيضا لا تتم خلال يوم واحد، بل تستغرق آلاف السنين. ولكانت الحيوانات قد تعفنت من تلقاء نفسها، ولكن هذا لم يحدث. وكذلك إذا كان هناك مرض قد انتشر في الكوكب بأكمله، لكانت باقي الكائنات أيضا قد هلكت، ولكن هذا أيضا لم يحدث على الإطلاق. فباقي الحيوانات غير الديناصورات قد تمكنت من البقاء على قيد الحياة حتى الآن. في الثمانينيات قام عالم الجيولوجيا لويس والتر ألفيس باستخراج واكتشاف عنصر الإيريديوم من باطن الأرض، واستنتج بذلك أن نهاية الديناصورات قد تكون حدثت نتيجة لاصطدام أجسام أو كويكبات من الفضاء بكوكب الأرض. فعنصر الإيريديوم هذا لا يوجد على الأرض بكثرة، ولكنه متوفر بشكل أكبر في الفضاء. سخر الناس من نظريته هذه، ولكن في التسعينيات تم اكتشاف وجود طبقات من الإيريديوم بالقرب من منطقة يونكتين بنسولا في المكسيك، والتي اكتشف أيضا أنها موجودة منذ ذلك العصر الذي انقرضت فيه الديناصورات. تبلغ مساحة هذه المنطقة 2500 كيلومتر، والتي يطلق عليها فوهة تشيكشلوب. ويعتقد بأن هذه الفوهة قد تسبب بها ذلك الذي قضى على وجود أكبر الكائنات حجما ومحى آثارها. طبقا للعلماء، فإن طول كويكب تشيكشلوب كان بين 11 و 81 كيلومتر، وكانت كتلته تقريبا 17 على 10 ضرب 4 كيلوغرام. وهذا الكويكب هبط واصطدم بالأرض بسرعة تقارب 64 ألف كيلومتر بالساعة، وفي لحظات من اصطدامه بالأرض صدرت عنه طاقة يساوي مقدارها 10 ملايين طن. تخيلوا كيف سيكون مشهد سقوط هذا الكويكب نحو الأرض بهذه المواصفات. سيكون بمثابة شمس مشتعلة متوهجة متجهة بسرعة كبيرة لتصطدم بالأرض. سرعته ستكون كبيرة جدا، لدرجة أنك أثناء تخيلك الآن ستكون حياتك قد انتهت. نتيجة لهذا الاصطدام ستنتشر هذه الطاقة لآلاف الكيلومترات في كل المناطق المجاورة بسرعة كبيرة، ولن يبقى أي كائن على قيد الحياة. وخلال 9 ثوان فقط سيتحول كل شيء إلى رماد، وستشتعل النيران في الغابات الموجودة على سطح الأرض. ولم تكن العاصفة النارية هذه قد انتهت، حتى بدأت العاصفة المائية أيضا بمساندتها. فبسبب قوة اصطدام جسم كهذا بالأرض سينشأ زلزال قوته تصل إلى 10.1 على مقياس ريختر. ودعوني أخبركم أننا نحن البشر لم نشهد زلزالا بهذه القوة من قبل. وحتى إذا جمعنا قوة كل الزلازل التي ضربت الأرض من قبل، فإن مجموعها سيزال أقل من قوة هذا الزلزال. سيأتي زلزال مائي تسونامي في كل محيطات الأرض،
وسترتفع موجات البحار إلى أعلى بارتفاع يصل إلى 300 متر، أي أنه في ذلك الوقت النار من جهة والماء من الجهة الأخرى. لا يوجد طريق للنجاة، وسينتشر الغبار الناتج عن تحطم صخور الكويكب فور اصطدامه بالأرض عالياً في الهواء، وبتحطم باقي الصخور سينتج بخار وينتشر الرماد والتراب في كل مكان، وستبدأ البراكين في كل مكان بالثوران نتيجة هذا الضغط الهائل. وخلال ساعة واحدة ستشتد الرياح وتسير بسرعة تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة بسبب الضغط الموجود بالغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تغطية الكوكب بأكمله بالغبار والرماد، والأحجار تتساقط كالأمطار، والسماء سوداء تماماً، وفي كل مكان يسود الظلام فقط، ظلام لا يستمر ليوم أو اثنين بل لعدة شهور. وبسبب عدم وصول أشعة الشمس إلى الأرض بمدة طويلة، فإن درجة الحرارة ستقل على الأرض كثيراً، وبعد ذلك سيبدأ الاحتباس الحراري. في يوم سقوط هذا الكويكب، إذا كان هناك ديناصورات قد نجت منه، فإن تغيرات الجو السريعة هذه كانت لتقضي عليها أيضاً، وليس الديناصورات فقط بل 80% من الكائنات الحية كلها، وقد نجت فقط تلك الكائنات التي تستطيع حفر الأرض والعيش تحتها، أو تلك التي تعيش في أعماق البحار. ومن الواضح أن ذلك اليوم لم يكن أقل من نهاية العالم، وإن ذلك الكويكب أتى كملك الموت. يمكنكم الضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو، وأخبرونا إذا كنتم على قيد الحياة في ذلك الوقت، أو حدثت في هذه الأيام مثل هذه الحادثة، فماذا ستفعلون؟ اكتبوا لنا ذلك في التعليقات، وإذا نال هذا الفيديو أعجابكم فاضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا لم تكونوا مشتركين، واضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نراكم في الفيديو القادم، وكالعادة شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.